السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الذكر الرجال عاملين ايه معكم؟ استر احمد واهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. طب يا جدعان زي ما شفتوا كده في التايتل بتقول تي ال 5 ويز هشام عفيفي. ان شاء الله يا جدعان تي ال 5 هتبقى من اقوى البطولات اللي عملناها لغايه دلوقتي. هتتلعب يوم الجمعه اللي جايه موافق 19/10 والفاينل هيكون يوم السبت بعديها بيوم على طول الموافق 20/10 بامر الله. ولكن المميز هنا ان انا هيكون معايا الكومنتيتر العظيم هشام عفيفي. في كونتنت كرييتر رائع كلنا بنحبه، دمه خفيف جدا. ان شاء الله يكون معانا يوم السبت اللي جاي. لو مش عارف تي ال 5 بتتكلم عن ايه او التورنمنت ايه نظامها واول مره تشوف الفيديو ده، احنا شركه زليج بننظم بطولات للالعاب الالكترونيه. عملنا تي ال 1 تي ال 2 تي ال 3 تي ال 4 في ليج اوف ليجندز، وان شاء الله ناويين نعمل لكل الالعاب الالكترونيه الثانيه. ولكن تي ال 5 يا جدعان هتبقى في ليج اوف ليجندز سيرفر اي يو نورديك. التوتال برايس بول 500 دولار. انزل دلوقتي لو معاك فريق الحق سجل في التورنمنت دي، لان التسجيل هيقفل الساعه 11 الصبح يوم الجمعه ان شاء الله. اوعدك ان انت مش هتندم ابدا ان انت شاركت في التورنمنت دي، وهتستمتع جدا انت وفريقك. شكرا جدا جدا ليكم. ما تنسوش يا جدعان لينك التسجيل في تي ال 5 تحت في الديسكربشن، واستنوا مننا ان شاء الله مفاجات اكبر بكتير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.